اهلا وسهلا فيكم عن جديد بقناتي قناه امل بيتس. متابعيني الاعزاء، حلقه اليوم بعنوان فيديو الدعم. هذا الفيديو تحديدا اليوم انا عم بطلبه لحتى اطلب منكم الدعم بشكل مباشر، ورح خبركم يعني من خلال هاي الفيديو ليش انا عم بتاخر كثير حتى انزل فيديوهات، ليش عم تكون في فترات متباعده بين كل فيديو وفيديو عم ينزل. حقيقة أنا قناتي فتحتها من 3 سنوات، لحد الآن أنا ما تجاوز عدد المشتركين 1700 تقريبا. العدد المشاهدات جدا قليل، في عندي شرطين، في كتير عالم بتعرف اليوتيوب ويعني شروط اليوتيوب وكيف بيقدر الواحد يكون في عنده إنكم أو مونيتايز الأولى من قناة اليوتيوب. فأنا لما فتحت القناة بداية فتحتها حتى يكون في عندي يعني إنكم إكسترا إنكم، يعني مردود مالي معين يعني زائد، مشان أقدر أنفذ البرنامج تبعي مشروع التوعية اللي حكيت لكم عنه بفيديوهات سابقة. يعني ذكرت المشروع اللي ببالي أكثر بأكثر من مناسبة وبأكثر من فيديو. يعني ف من خلال هاي 3 سنوات أنا لحد الآن بنجاوز الشرط تبعي اللي هو شرط المشاهدات، لحد الآن ما تحقق. فاليوم الفيديو أنا حطيت له عنوان فيديو الدعم، اللي بدي أطلب فيه منكم إنه تدعموني بشكل مباشر بالمشاهدات. في كتير ناس تعرفني بشكل شخصي، متابعيني هن وبيعرفوني بشكل شخصي، في ناس متابعيني وما بيعرفوني بشكل شخصي. أنا صار لي تقريباً 8 سنوات بشتغل بإنقاذ الحيوانات وعلاجها والعناية فيها. فتحت القناة حتى يصير في عندي هذا الوارد الزايد أو الوارد الغير راتبي وشغلي، مشان ننفذ المشروع اللي خبرتكم عنه. فهذا الشرط كونه لحد الآن ما تحقق، فأنا قلت ما في غير أنه أنا افتح اعملكم فيديو، سجلكم فيديو اشرح لكم بالضبط انا يعني ليش عم بطلب منكم هذا الدعم. كلياتنا تعرضنا لهي الازمه تبع الكورونا اللي هي عن جد اثرت على كل شيء بالحياه وعلى كل العالم تقريبا، يعني على الكره الارضيه كلياتها. فانا احد الاسباب السلبيه كانت انه انا انفصلت من شغلي بالشهر السابع السنه الماضيه، حتى يعني حتى ما عاد اقدر انا اعيش، انا شخصيا ما عاد اقدر اعيش وما عاد اقدر ساعد حيوانات. وبرنامجي التوعية والتثقيفي كمان يعني شبه صار مستحيل حاليا. فبتمنى منكم تدعموني لانه انا يعني عم بتعب كثير، وبحياتي ما طلبت تبرعات، وكل شغلي اشتغلته ما كان في يعني ما كانت بتبنيته اي جهه ولا اي منظمه ولا اي حدا، كلياته طوعي وشخصي ويعني لحالي. فاللي بدي اطلبه منكم حاليا بهذا الفيديو انه تساعدوني حتى اوصل 4000 ساعه مشاهده على قناه اليوتيوب بعد 3 سنوات انا فاتحتها وما عندي هذا الشرط لسه ما تحقق. السبب التأخير اللي عم بتأخر فيه أنا بالفيديو وكل فيديو إنه أنا أساساً كاميرا ما عندي، يعني الموضوع المونتاج مثلاً أنا ما بعرف أشتغل يعني لا على الموبايل ولا على الكمبيوتر، يعني أنا بعرف أشياء كتير بيسكس وبسيطة يعني، فالمونتاج عندي كمان ما أنا بروفيشنال، فأنا دائماً بحتاج حدا إنه يساعدني بموضوع المونتاج حتى لما بسجل فيديوهات. يعني هو اليوتيوب مكلف، يعني انك تسجل فيديوهات مرتبه العالم انه تكون يعني لها قيمه تقدر تحضر هذا الفيديو، غير المعلومات اللي موجوده بالفيديو غير الشخص اللي عم يعني يقدم هذا الفيديو، في شيء اسمه مونتاج كمان هذا مكلف، في شيء مثلا صوت صوره دقه امور، هاي الاشياء كمان مكلفه. فهذا كمان احد الاسباب اللي انه انا عم يخليني دائما اتاخر اني انا انزل فيديوهات. فاليوم صدقا انا جايه عم سجل فيديو وعم بطلب بكل شفافيه وبكل صدق واحساس انه يا جماعه شوفوا الفيديوهات للاخير، شاركوا اللينك الرابط مع كل الناس اللي بتعرفون اللي بتهمهم هاي المواضيع واللي ما بتهمهم اكيد، يعني لانه يعني غايتي انه انا اقدر احقق الشرط الثاني
وأقدر يصير عندي مشاهدات، وأقدر أنا كمان أعمل من هاي القناة وارد إني أعيش منه وساعد حيوانات أكثر، وكمل المشروع اللي أنا بلشته اللي هو مشروع التثقيفي عن طريق الحيوانات. نحن بمجتمعنا، مجتمع الشرقي، يعني الحيوانات عم تتعذب، راح كثير راح يعني تعرضت لهي المواقف. وبرجع هلا يعني راح اقول انه بيسالوك انه نحن هلا صرنا بوقت يعني الانسان بحاجه انه نساعده وندعمه والى اخره. انا بدي تدعموني كانسان، والحيوان بحاجه انه يدعم، بس انا فعليا صح برنامجي عن الحيوانات او بحكي عن الحيوانات الاليفه، بس هو صدقا موجه للانسان وغايته للانسان. نحن الاطفال لما بيعذبوا الحيوان وهن صغار، بس يكبروا بسهوله بيقدروا يعذبوا انسان. فهذا الموضوع نحن او عم نغض النظر عنه او ما عم ننتبه له او ما عم نشوف مدى خطورته. هذا الموضوع جدا خطير. يعني الطفل لما بيكون صغير وعنده القدره انه هو يعذب الحيوان ويستمتع بهذا الموضوع ويستلذ فيه، فأسهل من السهولة بس يكبر إنه هو يعذب إنسان، يعني بيعذب أخوه وما بيتأثر، بيعذب رفيقه وما بيتأثر. فنحن بدنا نتفادى هاي المواضيع. فالبرنامج هو موجه للإنسان ولكن بده يكون عن طريق الحيوان. يعني نحن بنعلم الأطفال إنه يكونوا يعاملوا الحيوانات برحمة ورفق، مشان يكون عندهم بقلبهم في رحمة وفي احترام لباقي مخلوقات الموجودة على الكرة الأرضية اللي لها حق تعيش مثل ما الانسان له حق يعيش بسلام. في رابط راح احط لكم اياه باسفل الفيديو بالصندوق الوصف مثل ما بيقولوا. هذا الرابط اكونت انا عملته على الباتريون، جهزت فيه حزم معينه بتناسب جميع الناس اللي بيحبوا يساعدوا. يعني بتمنى تفوتوا على الاكاونت وتدعموني من خلال الباتريون، واذا تدعموني بالقناه من خلال المشاهدات كمان بيكون كثير منيح. وانا بكبر وبستمر بوجودكم يعني، وان شاء الله يعني انا اقدر انا يعني وصل للهدف وانتم توصلوني لهدفي لغايتي اللي مو بس انا رح استفيد منها، انتم رح تستفيدوا منها ومجتمعنا رح يستفيد منا. نحن صرنا بوقت حتى يعني قانون الغاب صار أحسن من قانون البشر يعني أو من قانون الإنسان. اللي بدي أقوله إنه دعموني، وقفوا معي وصدقوني غايتي إنسانية بحتة، غايتي نعيش بسلام نحن كبشر ونحن والكائنات الأخرى اللي خلقت على هاي الكرة الأرضية. نحن قلنا حق وهن قلوا حق وكلياتنا قلنا حق نعيش بسلام. تمام، وهذا الدعم اللي أنا عم بطلبه وهي الانكم اللي رح يصير عندي، أنا رح يعني رح استخدمه بطريقة إنه أنا أعيش أكيد أولاً يعني، وثانياً إنه رح يكون هو هذا لإلكم، يعني هذا لنا للبشر، نحن للمجتمع تبعنا، لأطفالنا اللي عم يشوفوا شوفات عجيبة غريبة، عم يشوفوا شغلات يعني وحشية، شغلات قاسية، شغلات ظلم. يعني أطفالنا لازم يعيشوا بسلام كمان للمستقبل، لمستقبل الكرة الأرضية، لمستقبل مجتمعنا، لمستقبلنا نحن، لمستقبل أولادنا. هذا الدعم اللي رح تدعموني اياه رح يكون يعني دافع لانه نحن نستمر، دافع ليكون في هدف سامي من وجودنا. يعني بالاول وبالاخير يعني نحن بشر وفي لنا يعني اجينا ليكون في لنا دور بهي الحياه، ما اجينا لحتى نمر مرور الكرام بدون ما ناثر، بدون ما نفعل، بدون ما نعمل اي شيء. ما بدي طول عليكم وما بدي اياكم تملوا، وبتمنى من كل قلبي عن جد انه تدعموني. ويعني انا واثقه انه في كثير ناس بتعرف مين هي امل وبتعرف شو عم تشتغل وبتعرف يعني هدفي وغايتي حقيقه من هذا الموضوع.
وبمناسبة هذا الفيديو أنا بدي أشكر أشخاص بالاسم عم يشتغلوا معي واشتغلوا معي ودعموني، ما بدي أقول ماديا، معنويا، والدعم المعنوي جدا جدا أهم من الدعم المادي فعليا. بدي أشكر ماما أول شيء، بدي أشكر بابا كمان، أختي، بدي أشكر أصدقائي بدون ذكر أسماء بيعرفوا حالهم، بدي أشكر مجد، مجد إبراهيم، راح أحط لكم اللينك تبعه كمان بالرابط تبعه بالفيديو. مجد إبراهيم جرافيك ديزاينر عم يشتغل الفيديوهات كمان، حتى كان بسوريا وعم بيعاني من قطع الكهرباء وقطع الإنترنت وبرضه كان عم يدعمني ما عم بيقصر. بشر كمان بدي أشكره شكر خاص لأنه كتير عم بيتحملني وكتير عم بضغطه أنا، والباقي انتو بتعرفوا حالكم ما بدي أذكر أسماءكم. بشكركم شكر من القلب، يعني صديقاتي تحديدا الصبايا الحلوين وأصدقائي، وبدي أشكر الناس اللي عن جد كمان اقتنعت بالأفكار اللي كنت أنا أحكي لهم عنها، اقتنعت وعرفت أمل ليش عم تعمل هيك وعرفت حقيقة أمل وعرفوا قلبي أنا ليش أنا بساعد الحيوانات أو ليش أنا بدعم أي الكائنات الضعيفة، ليش أنا بدافع عنها. وفعلا هم تأثروا فيني، تأثروا فيني وأنا تأثرت فيهم لأنه إيمانهم كان صادق يعني فيني. وبتمنى أنا من كل المشاهدين اللي بيعرفوني شخصيا وغير شخصيا يدعموني ويوصلوني لهدفي، لأنه أنا رح وصل وأنتوا اللي رح توصلوني. فهذا الوصول يعني رح يكون ساحق وقوي جدا ومعروف ما رح انساه بحياتي طبعا. وما تنسوا تشتركوا بالقناة الثانية، اللي اشتركتوا اوكي واللي ما اشتركوا بيشتركوا، وشاركوا الفيديو مع اصدقائكم ومعارفكم كلياتهم، وشاهدوا الفيديوهات السابقة وتابعوني لشوفوا الفيديوهات الجديدة اللي رح ننزلها. وانا رح ضل مستمرة ما رح وقف، وهلا اخذت وعد انا من مجد انه هو رح يزيد الانتاج بالمونتاج، وان شاء الله ان شاء الله خير. وشكرا كثير لكم، وشكرا انه عم تتحملوني، وشكرا لانه عم تتابعوني، وشكرا. باي باي.